بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتورة هنادي شيحة، مدرسة التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية. النهاردة أنا هكلمكم عن حاجة مهمة قوي، هي المشروبات الرمضانية. كتير مننا عارفين إن أهم حاجة في المشروبات الرمضانية هي الخربوز والتمر الهندي والكركديه والستوبيا. الحاجات دي بدأت ما تكونش موجودة قوي، وبدأت يكون ليها بدائل كتير قوي في السوق المصري عندنا. مش المفروض إن احنا نعتمد على البدائل دي، المفروض إن احنا ناخد المصادر الطبيعية ليها، وإن كانت أصعب شوية. النهاردة بنقول التمر الهندي لازم نجيبه من أسوان، لازم يتنقع، لازم بعد ما يتنقع يتجاب يتصفى ويتحلق، وهياخد كمية سكر كبيرة عشان يدي طعم حلو، في الآخر الأولاد مش هيقبلوا عليه. لازم يبقى فيه حكمة شوية من ربة المنزل علشان تبدأ إن هي تعود إن الأطفال عليه وتعود البيت دايما على الحاجات الصحية دي. المشروبات الطبيعية دي بتكون فيها قيمة غذائية كويسة جدا جدا للأسرة. ايه القيمة الغذائية بتاعتها؟ القيمة الغذائية بتاعتها ان هي بتساعد في ادرار البول، يعني الناس اللي عندها بتاخد كمية املاح كتيرة او عندها مشكلة مع الكلى ده حلو جدا، عندها مشكلة مع ارتفاع ضغط الدم حاجة كويسة جدا لانها بتقلل من ارتفاع ضغط الدم. الناس اللي عندها مشكلة مع السكر ممكن تشرب اي مشروبات من دي مع سكر قليل، نحاول ان احنا ناخد كمية سكر اقل بكتير، ويا ريت نحلل بالعسل الابيض بكمية مسموحة من خلال اخصائي التغذية الخاص بمريض السكر. لو هنتكلم عن المشروبات دي برضو ليها فوائد تانية، ايه ليها فوائد تانية كتير قوي؟ ان هي بتعادل مستوى السكر في الدم. بعد فترة صيام طويلة مستوى السكر بيقل في الدم زي ما احنا قلنا، بنحتاج حاجة تعوض مستوى السكر في الدم ده او ترجعه لمستواه الطبيعي. اكيد بتبقى حاجة من المشروبات لان هي بتبقى حاجة سريعة الوصول للدم، فممكن ان احنا نعمل مشروبات زي التمر الهندي والكركديه والستوبيا والكلام ده. الكركديه معروف جدا ان هو بيقلل ضغط الدم، الخروب نفس الحكايه. لو اتكلمنا عن الستوبيا فهي مشروب حلو جدا، اعتقد ان هو محبب اكتر للاطفال. لو عندنا حد نحيف او طفل صغير وعايزين وزنه يكون كويس في رمضان، فيستحب ان انا اعمله الستوبيا دي باللبن، ويكون لبن مكثف، او ان انا اجيب كوبايه اللبن احط عليها 3 معالق لبن بودره من اي نوع بكون مفضله، وقتها هيكون كوبايه اللبن دي فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، زائد ان انا اخدت قيمه غذائيه كويسه واخدت حاجه محبوبه للطفل. ممكن ان احنا نرفع من قيمته الغذائيه باضافه لبن جوز الهند عليه، وده برده حاجه اسيويه جديده كده على المجتمع المصري، بس بدات تنتشر جدا في سوبر ماركت عندنا، وحاجه صحيه قوي. فاحنا لو حطينا 1/3 كوبايه لبن جوز هند، 2/3 كوبايه لبن، 3 معالق لبن بودره، ومعلقتين سكر، هتبقى قيمه غذائيه عاليه جدا، وهناخد مشروب حلو قوي. كل سنه وانتم طيبين.